السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في التمرين رقم 14 من سلسله التمارين الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. في التمرين يقول نعتبر النقط A B C D. اذا عندنا الاحداثيات ديالها في معلم متعامد منظم. السؤال الاول بين ان المثلث ABC قائم الزاويه. السؤال الثاني الف بين ان المتجهه ان الاحداثيات ديالها 2 ناقص 3 1 منظمي على المستوى ABC. السؤال ب حدد معادلة ديكارتية المستوى ABC. السؤال 3 احسب مسافة النقطة مدعاني المستوى ABC. واخر سؤال احسب حجم رباعي الاوجه DABC. اذا نبدأ باول سؤال. اذا لنبين ان المثلث ABC قائم الزاوية. اذا عادة اللي كي نبين ان المثلث ABC قائم الزاوية كيمكن لي نطبق مبرهنة فيثاغورس العكسية. مبرهنة فيثاغورس العكسية كخصني نعرف المربع ديال الوتر، مثلا هنا بي وهنا ا وهنا سي. اذا خصو يكون مربع الوتر بي مربع كيساوي المجموع ديال المربعي ضلعي الزاوية القائمة. اذا هنا عندنا احداثيات. اذا يمكن لي نحسب المسافة ا بي والمسافة بي سي والمسافة ا سي ونشوف واش عندي مثلث قائم زاوية او لا. اذا غادي نحسبو المسافة AC. باش نحسب المسافة AC يمكن لي نحدد الإحداثيات ديال المتجهة AC. إذا المتجهة AC هي XC ناقص XA. إذا غنحسب بشكل مباشر XC ناقص XA أي 3 ناقص 1. إذن هي 2. 1 ناقص 0 أي عدد 1. زد سي اي ناقص 2 ناقص 1 ناقص 2 ناقص ناقص 1. اذا هي ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. اذا هذو هما الاحداثيات ديال المتجهه ا سي. دابا غنحسب المسافه ا سي. اذا المسافه ا سي كتساوي لنا الجذر المربع ديال المربع احداثيات المتجهه ا سي. اذا ديال 2 مربع زائد 1 مربع زائد ناقص 1 مربع. اذا عندنا 2 مربع هي 4، 1 مربع هي 1، وناقص 1 مربع هي 1. اذا كتساوي لنا الجذر ديال 6. اذا AC كتساوي جذر العدد 6، و AC مربع كتساوي لنا جذر 6 اس 2. اذا الاثنين كتمشي مع الجذر كيبقى لنا 6. الان دابا نحسبوا ا بي بنفس الطريقه. اذا كنحسبوا الاحداثيات المتجهه ا بي. اذا الافصول بي 2 ناقص الافصول ديال ا. اذا 2 ناقص 1 اذا هي 1. 2 ناقص 0 هي 2. و3 ناقص ناقص 1 هي 4. اذا المتجهه او المسافه AB كتساوي لنا الجذر ديال 1 اس 2 2 اس 2 4 اس 2. اذا تساوي اذا 1 زائد 4 4 اس 2 هي 16. اذا 1 زائد 4 زائد 16 كتساوي لنا الجذر ديال 21. اذا ا سي مربع او ا بي مربع كتساوي لنا 21. الان المتجهه بي سي بنفس الطريقه. اذا كنحسبوا الاحداثيات للمتجهه بي سي. اذا الاحداثيات اكس سي ناقص اكس بي. اذا 3 ناقص 2 اذا هي 1. ايكغريك سي ناقص ايكغريك بي. اذا 1 ناقص 2 هي ناقص 1، وناقص 2 ناقص 3 أي ناقص 5. إذا المسافة بس هي الجذر المربع ديال 1 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2 زائد ناقص 5 أس 2. إذا 1 وناقص 1 أس 2 هي 1، وناقص 5 أس 2 هي 25. إذا جذر 27.
بالتالي بي سي مربع يساوي لنا 27. اذا واضح بانه 27 راه كتساوي 21 زائد 6. اذا في المثلث ا بي سي لدينا بي سي مربع تساوي ماذا؟ تساوي ا بي مربع زائد ا سي مربع. اذا حسب خاصيه فيثاغورس العكسيه المثلث قائم، المثلث ماذا؟ ABC قائم الزاوية في، إذن باش نعرف النقطة ديال الزاوية القائمة أو رأس الزاوية القائمة كنشوف هنا. دوك هنا عندنا BC، إذن هذا هو الوتر. دائما الوتر يساوي مجموع مربعي ديال الزاوية القائمة. إذن مادام BC هو الوتر فالوتر يكون مقابل ل الزاوية القائمة. إذن المثلث قائم الزاوية في النقطة ا. الآن غادي ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول بين أن المتجه ان منضمي على المستوى ا ب. إذن لنبين، إذن السؤال جوج ألف، لنبين أن ان واحد المتجه الاحداثيات ديالها جوج ناقص ثلاثة واحد منضمية على المستوى A B C. إذن عندنا واحد المستوى مثلا A B C، باش نبين واحد المتجه منضمية عليه خصني نلقاها منضمية على ماذا؟ على متجهتين من هذا المستوى، وهاد المتجهتين خصهم يكونوا متقاطعين، يعني متجهتين متقاطعين، خصها تكون منضمية على هذا وعلى هاد المتجه وعلى هاد المتجه. إذا يكفي نبين أن ان منضمية على المتجه AB والمتجه مثلا AC، باش نبين أن أن ان منضمية على المستوى ABC. إذا حنا عندنا سبق لينا باش حسبنا الإحداثية ديال المتجه AC اللي هي جوج ناقص واحد، جوج واحد ناقص واحد، وعندنا AB اللي الإحداثية ديالها واحد اثنان أربعة. إذا نحسب الجداء السلمي ديال ان AC. إذا الجداء السلمي ديال المتجهتين شنو كنديرو؟ الأفصول في الأفصول. إذا اثنان في اثنان زائد ناقص ثلاثة في واحد، إذا ناقص ثلاثة في واحد زائد ماذا؟ زائد ناقص واحد في واحد، إذا ناقص واحد في واحد. إذا اثنان في اثنان أربعة، ناقص ثلاثة في واحد ناقص ثلاثة، وناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. إذا أربعة ناقص ثلاثة ناقص واحد تساوي صفر، يعني أن ان منضمية على أس. إذن هذه العلاقة رقم واحد. بنفس الطريقة غادي نحسبو ان الجداء السلمي ديال ان ا بي. إذن يساوي ماذا؟ إذن الأفصول في الأفصول اي واحد في جوج زائد، إذن ناقص ثلاثة في جوج او جوج في ناقص ثلاثة بحال بحال، زائد أربعة في واحد. إذن واحد في اثنان اثنان، زائد اثنان في ناقص ثلاثة هي ناقص ستة، زائد أربعة. إذن المجموع كيعطينا صفر، يعني أن ان منضمية على AB. إذن هذه العلاقة رقم جوج. إذن من واحد وجوج نستنتج أن ان منضمية على المستوى ABC. لماذا؟ لأنها منضمية على متجهتين غير مستقيمتين من المستوى ABC.
الآن السؤال الموالي يقول: حدد معادلة ديكارتية لمستوى ABC. إذن ب لنحدد معادلة ديكارتية للمستوى ABC. إذا حسب المعطيات لدينا، حسب السؤال جوج أليف لدينا N، حدثية ديالها جوج ناقص ثلاثة واحد، مالها منظمية على مدى على A B C. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن معادلة المستوى A B C تكتب على هذا الشكل. إذا كنديرو المتجه المنظمية، يعني جوج X ناقص ثلاثة Y زائد واحد زائد أي زائد زائد D تساوي صفر. إذا جوج ناقص ثلاثة واحد هما الإحداثيات ديال المتجه المنظمية. إذا بما أن كناخد أي نقطة سواء أ أو بي أو سي، إذا بما أن أ تنتمي إلى أ بي سي، معنى هذا أن إحداثيات أ تحقق المعادلة. فإن إذا جوج إكس أ ناقص ثلاثة يغريك أ زائد زد أ زائد دي تساوي صفر. إذا كنعوضوا الإحداثيات ديال النقطة أ، إذا إحداثيات النقطة أ هي واحد صفر ناقص واحد. إذا جوج في واحد ناقص ثلاثة في صفر زائد زائد ناقص واحد هي ناقص واحد زائد دي تساوي صفر. إذن ناقص ثلاثة في صفر بشات، جوج في واحد هي جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، إذن واحد زائد دي تساوي صفر. إذن دي كنحول واحد للطرف الثاني كيرجع ناقص واحد، وبالتالي معادلة المستوى ABC تكتب على هذا الشكل، هي جوج إكس ناقص ثلاثة إكريك زائد دي ناقص واحد تساوي صفر. الآن السؤال رقم ثلاثة يقول: أحسب مسافة النقطة D عن المستوى ABC. إذن السؤال ثلاثة: حساب مسافة D عن المستوى ABC. إذن عندنا علاقة اللي كنحسبوا بها المسافة النقطة عن المستوى، هاد العلاقة هذه إذن كنطبقها. إذا دي ديال المسافة ديال النقطة دي عن المستوى ABC إذا تساوي، إذا القيمة المطلقة، إذا كناخد معادلة المستوى اللي لقينا. إذا جوج هنا كنعوض إكس إيكغيك بإحداثيات ديال النقطة دي، أي جوج إكس دي ناقص ثلاثة إيكغيك دي زائد زاد دي ناقص واحد على جذر ديال الإحداثيات المتجهة المنظمية. إذا الإحداثيات المتجهة المنظمية هي جوج مربع زائد ناقص ثلاثة مربع زائد واحد مربع. إذا كنبسطو هاد الكتابة هذه. إذا بالنسبة للدي الإحداثيات ديالها هما ناقص ربعة جوج واحد. إذا كنعوض، إذا جوج في ناقص ربعة نحاول نحسب بشكل مباشر، إذا جوج في ناقص في إكس دي اللي هي ناقص ربعة، إذن هي ناقص ثمانية، ناقص ثلاثة في إكس في إيكغيك دي، إذن ناقص ثلاثة في جوج هي ناقص ستة، زد دي هي واحد ناقص واحد. إذن على الجذر ديال ربعة زائد ناقص ثلاثة أس اثنان هي تسعة زائد واحد. إذن بس يعطينا القيمة المطلقة ديال ناقص 14، أي هي 14 على الجذر ديال 14. وهنا ضربنا في المرافق 14 في البسط وفي المقام، غادي يبقى لنا العدد جذر 14. إذا دي المسافة ما بين النقطة دي والمستوى ABC كتساوي جذر 14. الآن ندوزو لآخر سؤال
اللي هو السؤال 4. السؤال يقول: احسب حجم رباعي الاوجه دي ا بي سي. اذا حساب حجم رباعي الاوجه دي ا بي سي. اذا بشكل عام القاعده، اذا كانت عندنا واحد رباعي اوجه مثلا على الشكل هذا، عندنا واحد النقطه هنا، اذا باش نحسبوا الحجم ديال هاد رباعي الاوجه، الحجم بشكل عام شنو كيساوي لنا؟ 1/3 في الارتفاع، يعني كنشوف الارتفاع يعني الاسقاط ديال النقطه اللي كاينه هنا الراس، الاسقاط ديالو على المستوى على القاعده. اذا في الارتفاع اللي هو اش، مثلا في المساحه ديال القاعده، يعني القاعده هنا مثلث، اذا المساحه ديال المثلث. اذا حنا في المعطيات اللي عندنا، عندنا واحد المثلث قائم الزاويه كما لقينا مثلث قائم الزاويه في ا، وعندنا واحد النقطه دي. اذا هذا هو رباعي الاوجه. اذا حجم رباعي الاوجه يساوي ماذا؟ يساوي 1/3 في الارتفاع، يعني في الاسقاط، في المسافه. الارتفاع هو المسافه بين دي والمستوى ا بي سي، يعني اش هي الدي، هي داك المسافه اللي حسبت في السؤال رقم 3. اذا 1/3 في الدي في المساحه ديال من ديال القاعده اللي هنا في الحاله هي ا بي سي. اذا حنا كنعرفوا الدي راه كتساوي لنا جذر 14، لقيناها في السؤال السابق. غادي نحاولوا نحسبوا دابا المسافه او مساحه المثلث ا بي سي. اذا بما ان المثلث قائم الزاويه، فالمساحة ديال واحد المثلث قائم الزاوية هي 1/2 في الجداء ديال ضلع الزاوية القائمة اللي هما أ سي، يعني هاد الضلع هذا مضروب أ بي. إذا 1/2 أ سي سبق لينا باش لقيناها في السؤال الأول. إذا أ سي تساوي ماذا؟ تساوي الجذر ديال 6، و أ بي هي الجذر ديال 21. إذا غادي نعوضو، إذا الحجم هو 1/3 في الجذر ديال 14، أي كنعوضو دي بجذر 14 في 1/2 الجذر ديال 6 في الجذر ديال 21. إذا 1/3 هنا في الحجم، يمكن لي ندير الحجم ديال دي أ بي سي أو لا ندير في. إذا 1/6 في الجذر ديال 14 في 6 21. اذا كنستعملوا الاله الحاسبه، الجذر ديال هذا التعبير هو 48 او 42 على 6، و 42 على 6 كيعطينا العدد 7.